تي، وكيف غير اسم الوايرلس، كيف كل بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك زيشان، انت شفت زيشان افيشال تي في. اليوم انا اوريك انت كيف انت غير رمز حق الاس تي سي، وكيف غير الاسم الوايرلس، كيف كل طريقة انا اوريك. بس انت شفت للفيديو كامل، سوي لايك سوي سبسكرايب. وانا برضو انا اوريك المقوي هواوي. الحين يجي مقوي لهواوي مش تري نتورك. انت مثلا الدور الارضي انت ركب جهاز حق الاس تي سي ولا حق الاي تي سي ولا حق الموبايل، انت دور اول انت ما حصل سرعة نفس السرعة. انت روح للمحل الكترونيات حصل 3 حبة، واحد كرتون 3 حبة مقوي اسمه مش نتورك. جيب هذا المقوي، ما يحتاج برمجة ولا شيء، هذا البلاج ان بلاي، يعني انت ركب في الكهرباء بس هو يمسك اشارة جهاز رئيسية وركب اعطيني الصورة كاملة. طيب، وهذا جهاز كيف انت غير الرمز. اليوم انا اوريك ان شاء الله، بكره ولا بعد بكره انا جبت لهذا للمقوي للمش نتورك. ان شاء الله انا اوريك كيف انت تسوي برمجه وكيف انت تركب وانت تحصل نفس السرعه. تعال معي انا اوريك كيف انت غير رمز حق الاس تي سي راوتر. هذا راوتر 5G مو 2.4G، هذا راوتر 5G. تعال معي انا اوريك كيف انت غير الرمز. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اتعلم اليوم كيف انت تغير رمز حق الاس تي سي راوتر 5G الياف بصرية. اول شيء ادخل الراوتر، مثلا هذا شوف للراوتر اس تي سي. انت يبغى غير الرمز هذا راوتر، اول شيء لازم تسوي كونكت لهذا اس تي سي واي فاي. طيب، روح جوجل جرب هنا الـ IP 192.168.100.1، سويته لوجن. طيب، يجي فتحة كده your connection is not private، ادخل advance. اوكي، بعد advance سوي proceed to IP unsafe. اوكي، سويته cancel. طيب، شوف هذا افتح الفتحة. يوزر اي دي حق الراوتر هذا للادمن. طيب، وبرضو مثلا طيب هذا هو كلام ما فيه. طيب اجين الكابيتال نقطة، هذا اس 7 اي بي واي اي، حصلت افتل كده الفتحة. طيب، الهين انت ما يقدر ادخل جوا غير الرمز وباسورد، ما يقدر. ليش ما يقدر؟ اول شيء انت غير الباسورد، هذا الراوتر حق هو باسورد. الهين غير الباسورد، هو كلام اولد باسورد، باسورد قديم. ايش باسورد قديم؟ ال نقطة اس 7 A P capital Y capital I capital. طيب، هذا الباسورد قديم. الحين انت ركب جديد للمزاج انت، كي انت يبغى ركب اي شيء. انا ركب مثلا اسمه حق زيشان، انا اسجل كابيتال زد دبل اي اس اتش اي ان زيشان خان او اد دي ريت هاش دولار ساين. لازم ركب اد دي ريت هاش دولار ساين، مثلا مو اكيد اد دي ريت بس لازم ركب مثلا اند، ركب الدولار ساين، بس لازم يبغى نقطة كده. طيب، ادخل again زيشان خان at the rate hash دولار ساين، سوي apply. هو كلام you have changed the password successfully please login again. مرة ثانية سوي افتح للباسورد جديد. ID same هذا ID same أول للرمز أنت ركب هنا. أنا ركب لزيشان خان at the rate hash dollar sign. شوف افتح الفتحة هذا. طيب، هذا فتحة افتح، أنت افتح هذا كده،
هذا شوف وايرلس، ادخل الوايرلس. هذا راوتر 2.4G و5G، في شبكتين هذا راوتر. شوف هذا SSID، هذا SSID، هذا انت تقدر غير SSID. مثلا انا غير هنا اي اسم، يعني مثلا زيشان، طيب او سوي ابلاي، طيب او حتى 5G. انا غير اول 5G عشان 4G انا كنكت في الجوال. مثلا انا غير بعدين لازم مرة ثانية سوي. انا اول شيء غير 5G، 5G انا غير زيشان مثلا، طيب او ابلاي، طيب اوكي. الحين انا ابغى اغير 5G الرمز سيكوريتي، ادخل في السيكوريتي. هنا انت تقدر تشوف سيكوريتي، هذا حقه هو راوتر، حق الراوتر سيكوريتي. هذا انت يبغى غير هنا، سوي مثلا انا سوي 1 2 3 4 5 6 7 8، طيب وسوي ابلاي. طيب سوي ابلاي 4G انا ما اقدر اغير الهين. طيب نفس الطريقة 4G، مثلا ادخل 4G غير اسم، وادخل في السيكوريتي غير اسم. مثلا انت غير الهين، انا كونكت لل 4G، طيب انا غير 4G بعدين واي فاي من هنا اطلع واي فاي. لازم مرة ثانية انت تسوي كونكت للوايرلس بعدين ادخل للفتح هذا. الهين هنا شوف AG زيشان، هنا انا اشوف يعني هذا 5G. اوكي ابلاي. جوال اشتغل مع راوتر هذا، طيب وفي تليفون، في لايف تي في، في انترنت، طيب دي اتش سي بي ليسز. الحين شوف كم جوالات اشتغل مثلا في الجو، للجوال حقي انت كم جوال اشتغل. شوف هذا الحين، او انا بس الى الكنكت للراوتر هذا. شوف هذا هواوي P10 لايت، مسكين يا اخي هذا جوال. طيب شوف هذا جوال بس، ما في جوال ثاني. انت تقدر شوف يعني يدخل للستاتس دي اتش سي بي ليسز، وشوف هذا كم جوالات في اشتغل في الراوتر هذا. طيب هذا طريقه حق كيف غير الرمز حق الاس تي سي، هذا طريقه. بليز لايك اند سبسكرايب. ان شاء الله انا بكره ولا بعد بكره انا جبت المقويات، ان شاء الله انا اتعلم الكل كيف انت تسوي برمجه للمقويات. طيب شكرا، السلام عليكم.